السلام عليكم الإخوان الأخوات، شكرا لكم وشكرا على التعليق الزوينين وشكرا على الدعم ديالكم وشكرا على التفهم ديالكم للفيديوهات اللي كنحط لكم، وشكرا على الناس الجداد وشكرا على الناس القدام وشكرا لكل من واحد كيتعاون معايا في هذه القناة. شكرا لكم، شكرا. وراه كنقرا التعليق ديالكم واحد بواحد، والله شهيد على ما أقول، راني كنقرا التعليق ديالكم كاملين فردا فردا، وكنتمنى منكم تعاونوني بالدعم وتعاونوني بالمشاهده الكامله وتابوناو عندي وديروا لي التعليق الزوينين في حالكم يا الناس الزوينين. شكرا 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 جزيلا. شكرا لسيهان فلوك، شكرا لمريم، شكرا لسعاد جوار مغربيه، شكرا لكم الخواتاتي صحباتي الغزالات ديالي، شكرا لكم. ايوا الحباب ديالنا، كنتمنوا تابوناو وديروا التعاليق وديروا تعليق زوينكم زوينين في حالكم يا الناس زوينين، وكنتمنى منكم تشوفوا هذا الفيديو كامل غتسمعوا فيه شي حويجات زوينين شي نقطات زوينين. كنتمنى منكم تشوفوا الفيديو حتى الاخر وديروا لي بارطاج وتعاونونا بالبارطاج وندخلوا للمسكي وندخلوا للمسكي اليوم. المفرقع ما بغاش يحشم وعاوتاني كيخرج تاني وكيغيد اللي كيغيد لي فان ديالو، كيغيد الاسره المغربيه اللي كتحافظ على الاسرار ديالها. هو ما بغاش يحافظ على الاسرار وما بغاش يحشم وما بغاش يدخل سوق راسو، ولهذا اليوم غندخلوا في الموضوع. لهذا اليوم كما كشفتوا خوتي، اليوم خرجت ثاني فيديو كيودع في السريعه وكيقول ليها انا عقلي معاك وقلبي معاك، واش حشمتي ولا ما حشمتيش، واش كتضحك علينا ولا كتضحك على راسك، واش كتضحك على راسك ولا كتضحك على ديك السيده، واش انت مشيتي انت درتي داك الرجوع وقلتي راح ترجعتي على وديت الاولاد، ولكن انت لا خويا ما تبقاش تنافق في راسك، حشم شويه، راه النفاق راه حرام، والمنافق للنار واخا يعبد الليل والنهار، المنافق للنار واخا يعبد الليل والنهار. انت خويا كتبغي سعاد جوهرة مغربيه، وكما كتشوف راه عويناتك كيفضحوك وتصرفاتك كيفضحوك، وبارك علينا من التمثيل وبارك علينا من المسلسلات، ودخل سوق راسك وما تبقاش تضحك على ديك السيده وتمرمد فيها وتقول ليها ها انا غادي اليوم النوبه ماشي ديالك. النوبه واش انت كل ما واش انت كل ساعه تقول لي النوبه ديال سعاد، النوبه ديال السريعه وحشومه، هادشي راه قلنا لك دخل سوق راسك وما تبقاش تبين لينا هادشي. الا كنتي كتبغي عيالاتك بجوج احترمهم والتزم الصمت وغادي بالزيت وحالتك كتقاطر وتتلصق، راك انت اللي كتلصق بحال رحم الراس، راه ماشي القرعه ولا السلوفان، راك انت والسريعه اللي كتلصقوا وما مهضوماش ليكم سعاد جوهرة مغربيه. تخيل كاين واحد النوع اللي كيبغي واحد الشخص ولكن ما كيتهضمش ليه، راه كاين بعض الناس اللي كيبغيو بعض الناس ومع ذلك هما كيبغيوهم وكيموتوا عليهم ولكن ما كيتهضموش ليهم، وانت من هذاك النوع. انت كتبغي سعاد جوهرة مغربيه وكتموت عليها، والد معاها ربعه الوليدات، ربعه تبارك الله في عين الشيطان، جوج البنات وجوج الاولاد تبارك الله ما شاء الله ويكبروا في عزكم ان شاء الله، وحشومه ودخل سوق راسك وراعي المشاعر ديال الزوجه ديالك الاولى اللي هي سعاد جوهرة مغربيه، راه هي الاولى، راه شاء من شاء وابا من ابا. وراكم درتوا لي الشحفه، غنشرب ميه بارده على هذا الغداء يدعي عباد الله. سمحوا لي يا اخواني راني شحفت. واش عباد الله ما بغيتي تحشم، ما بغيتي تدخل سوق راسك وخارج كتحتفل انت وبنتك، حشومه مني البنت رمها هي سعاد جوهرة مغربيه. الا كانت هاد البنت طايشه وعقلها طايش، انت باها ومول العقل ولا اجي بنيتي، راه ما يصح الا الصحيح، راه سعاد جوهرة مغربيه هي ماماك، هي اللي مفروض تحتفل معاك، راه انت خاصك ترجع لبنتك عقلها، انت اللي خاصك ترجع لبنتك عقلها، وتالا هي
كانت ايه احنا تنتمنوا ليها الخير. احنا ما قلناش ليها ما تبغيش مرتب باك، احنا بالعكس احنا بغيناهم يتباغاو وتكونوا اسره مغربيه مشرفه. ولكن راه الزوجه ديالك اللي هي الزوجه الثانيه اللي كتعتقد راسها هي الزوجه الاولى، بالعكس اختي انت هي الزوجه الثانيه. حقيتاش نهار اللي تجوزتي بهذاك الراجل تجوزتي بيه عنده مرته وعنده ولاده، وتجوزتي بيه على شرط بانه قال لك اودي راني غنرجع مرتي، وتقبلتي الوضع وتزوجتي به. فهمتي اختي؟ وراه كيقول لك الجديد ليه جده والبالي لا تفرط فيه. هلا لخيتي الغزاله ديالي الفنه ديالي السريعه ديالي اللي كتسرعي وكتخرجي ببعض الفيديوهات ما كيليقوش بك وكيهينوا لك السمعه ديالك، فحال داك الفيديو اللي خارجه وكتبرعي فيه من السيده اش دارت لك، اش قالت لك، اش هزت لك، اش حطت لك، اش دات لك، اش خدات لك. اختي السيده عيطات لك من جانب الله ومن جانب الاحسان ومن جانب الانسانيه ومن جانب صله الرحم، لحقيتاش راه انتي وياه وليتو اسره وحده. راك انتي وياه كما قلتي لها انا عطيتك النص، اللهم داك النص ولا بلاش. اختي راك انتي اللي جيتي ورضيتي على داك النص، لحقيتاش النهار الاول اللي جا بغى يتزوج بك وقال لك شوفي يا بنت الناس انا راني غنرجع الزوجه ديالي، اش غتقولي لي انتي؟ غتقولي شوفوا ولد الناس مني انت باقي باغي مرتك وعندك معاها وليدات ما نوقفش لكم انا درت حقكم. لا حشومه خويا سير عند مرتك والله يوطل ليك. لا انتي ما قلتيش هك، انتي عبالك الراجل تلاحيتي عليه ورا ديك بنادم شحال من واحد كيتلاح وكيتلاح لوحه خايبه، وراه هي ديالك انتي. انتي اختي راكي تلاحيت لواحد اللوحه خايبه وبما فيهم ها انتي شوفي راسك فين وليتي، والله نهار عندك ونهار عندها. وهاد القضيه راه ما تبغيهاش لعدوك، عدوك وما تبغيهاش ليه. كون نهار الاول حسمتي مع الامر تقولي شوف ولدي شوف سيدي انت باغي مرتك وسير عند مرتك. الا انتي ما قلتيش هاد الشيء اي حنا كناخذوا الامور بجديه وكنقولوا لا هاد الشيء مقدر ومكتوب، ومني مقدر ومكتوب والله اللي بغى يشوفكم في هاد اللقطات راعي وقولي لا ما نخرجش بهاد الفيديوهات اللي خايبين وهاد الفيديوهات اللي ما كيعجبوش ما كيشرفوش المراه المغربيه. وانتم كاسره مغربيه خصكم تخرجوا فيديوهات اللي كيشرفوا الاسره المغربيه، ما تخرجيش تقولي لاختي انا باغا التقار وكل واحد يشد تقارو. اختي راه هي شاده تقارها وراه جالسه في دارها وجالسه كما كيقولوا داير قدمها في وجالسه عليه، ماشي فحالك انت زده والنح يا الطرومبيه ديال 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 السداري بكريشه اللي كيسيفك ما بغيتيش تفهمي، يا اما ما بغيتيش تفهمي يا اما راكي خدامه معاه، يا اما ما بغيتيش تفهمي وراكي كيقول لك كما كيقول لك تحتي في البسيسه ولقيتي تحتي في الرفيسه وتسحبيها بسيسه، تحتي في البسيسه وتسحبيها رفيسه، هي ديالك انت. كيقول لك طح في البسيسه وسحب رفيسه، هي ديالك اختي انت. يا اما كتمثلي معاه وكتخلصي وراكي شرط عليه اي حاجه في النص، يا اما راكي مزعوطه وزعطه خايبه وما تقبلتيش السيد، امشي عند الزوجه ديالو. وخير الدليل هو الفيديو اللي خرجتي به الفيديو الفاضح اللي جالسه كتقولي ليها كل يشد تيقارو. اختي هي راه شاده تيقارها، شدوا تيقاركم نتوما وستروا الفضائح ديالكم. وهاد المره مني تكون النوبه ديالك انتي بلا داعي تقوليها لينا، ومني تكون النوبه ديال سعاد جوهره مغربيه ما كتقولهاش لينا. لحقيتها سعاد جوهره مغربيه مأصله وبنت الاصل وداخله سوق راسها وجالسه ومراكنه ومثبته ومحسنه، وكيكونوا النساء المغربيات الحرات. وتحياتي لجميع نساء العالم وتحياتي للنساء المغربيات بما فيهم داخل الوطن وخارج الوطن، امح عليكم.